اربيس على البيس من الداخل تكلموا لازم اربيس باش اتفاعل مع ربيس. هو قال ابراهيم يركب لك اربيس. ايه شوف يكلموا كلمه الله يخليك. ولا في واحد عارف ولا شيء. لخص لك بس شوف تانيا وبعدين شوف تانيا وبعدين شوف اللي بالأزرق هذا. بس أحسن شيء شوف تانيا لأنه هي اللي بارفت و... يا إيهاب إيهاب يا أخي سكرمنا صوت الموسيقى عنكم الصوت ما عم نسمعك لحنا يعني أحسن بس إذا بيوطى أكثر Thank you.
حسني ما عنده اربيس. Thank you.
الايام. الحين سامعك الحين. كلم لي دي جي قول له وان ليفل داون هاك قول له وان ليفل داون. اوكي اتس اوكي سمعني ايهاب ايهاب سمعني خذ خذ اوكي شكرا اوكي مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم هنا دبي اوبرا. طبعا هذا الصرح الثقافي والانساني التي قدمته اماره دبي الى العالم منذ فتره. اوبرا دبي او منطقه الداون تاون هنا كواحده من افضل المناطق السياحيه التي تقدم اوراق اعتماد اماره دبي ودوله الامارات العربيه المتحده. وهنا هنا حدث مباراه الصداقه فرانشيب جيم في الحقيقه مباراه الصداقه بين تيم بيلي بين فريق الجوهره السوداء يعني الملك بيلي واحد من افضل اللاعبين عبر كل الازمان تيم بيلي يواجه تيم مارتشيلو ليبي ايضا فريق بقياده بطل العالم 2006 واحد اشهر المدربين للكره الايطاليه مارتشيلو ليبي الذي سيقود اسماء لامعه بقيمه زامبروتا او كذلك مارسيل ديزاي واسماء اخرى. تقريبا هذا هو اطار الحدث. مباراه تاتيكم باقتراح من مؤسسة هوبلو للساعات الفخمة بالاشتراك مع أيضا مؤسسة أحمد صديقي للساعات. تقريبا يعني هناك التزام أكيد سواء من القطاعات الحكومية أو من القطاع الخاص هنا في إمارة دبي أكيد بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي من أجل تقديم كل هذه الفعاليات من أجل متعة المشاهدة وحضور يعني سوبر ستارز نجوم بقيمة إدسون أرانتيس دوناشيمينتو شهيرة بيلي الذي سجل أكثر من 1000 هدف في اللعبة أو كذلك حضور مارتشيلو ليبي أو أيضا مارسيل ديزاي بطل العالم مع فرنسا 98 أو كذلك زامبروتا وقائمة طويلة ماجد حسن سيمثل الإمارات أيضا اليوم قائمة طويلة من النجوم. تقريبا هذا هو إطار الحدث. يعني ملعب كرة قدم خماسي يعني ملعب 5 ضد 5 كما نتابع من خلال هذه التغطية الشاملة عبر مؤسسة دبي للإعلام ممثلة في قنوات دبي الرياضية. بعد قرابة 5 دقائق سينطلق الحدث أكيد بتقديم يعني الفقرات الأولى من خلال فيديوهات خاصة عن الملك بيلي أو كذلك عن النجم مارتشيلو ليبي الذي يأتينا إلى دبي بعد تجربة في الحقيقة صينية مميزة أو كذلك سنحاول الحديث مع مارسيل ديزاي بطل العالم مع منتخب فرنسا 98 مارسيل ديزاي النجم الكبير السابق سواء لأولمبيك مارسيليا أو كذلك طبعا لأي سي ميلان وصولا إلى التجربة الإنجليزية مع تشيلسي. في الحقيقة أسماء مميزة أسماء 5 نجوم كما تنفرد يعني دبي بتقديمها إلى العالم وستكون معكم كما قلنا عبر مباراة استعراضية جميلة نتوقع أن تكون يعني جميلة هنا بين فريق بيلي وفريق مارتشيلو ليبي. أكيد فواصل قصيرة وستكتشفون هذا المكان الجميل يعني أوبرا دبي من خلال هذه التغطية مع كل فريق الزميل العزيز إيهاب نور على مستوى الإخراج وسنتواصل معكم من أجل مزيد من اللقاءات.
اهلا بكم من جديد. مستمرون كما ذكرنا في هذه التغطية الحصرية والشاملة على دبي الرياضية لمباراة الصداقة، فرانشيب جيم كما قلنا، بين فريق بيلي وفريق مارتشيلو ليبي. وكما قلنا يعني من خلال فعاليات عديدة تنظم سواء عبر مجلس دبي الرياضي أو عبر كذلك جهات حكومية أخرى، هناك تعاون جميل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دبي من أجل إخراج هذه الفعاليات كأحسن ما يكون، ومساهمة القطاع الخاص يعني مؤثرة وجميلة في الحقيقة لجلب هؤلاء النجوم. اليوم يعني لدينا نموذج من هذه المشاركة الجميلة للقطاع الخاص عبر طبعا مؤسسة صديقي القابضة، ومعنا الأستاذ محمد عبد المجيد صديقي المدير التنفيذي التجاري لصديقي القابضة. لو تحدثنا عن الكونسبت، يعني فكرة هذا الحدث ما شاء الله. الفكرة طبعا كأس العالم في روسيا خلال أشهر بيبدأون كأس العالم، ففكرنا أن نجيب فكرة الكأس العالم ونجيبه لدبي قبل ما يروح على روسيا. فالفكرة أن نجيب لعيبة الليجندز المعروفين ونحطهم مكان واحد ويكون لعب صداقة بينهم، ونجيب الناس اللي يحبون الكرة ويستمتعون في الوقت. على ذكر فكرتوا تجيبوا ليجندز، ما قصرتوا أستاذ محمد عبد المجيد، ما قصرتوا، يعني جايبين ليس أكثر وليس أقل من بيلي والليبي يعني كمدربين. فهذين الاثنين أظن يكفون ويوفون عن كل الباقين، بس بعد إن شاء الله الباقين اللي بيجون الحين وبتشوفونهم يلعبون بعد لهم مسجلين أساميهم في تاريخ الكرة. أستاذ عبد المجيد، رأيكم في مساهمة القطاع الخاص وأنتم نموذج جميل يعني يحتذى به للأمانة بجلب مثل هذه الفعالية العالمية من صنف خمس نجوم؟ أعتقد أنه في اشتراك مع مؤسسة هيبلو العالمية للساعات، وأنتم يعني تمثلون هيبلو لكي نفهم الموضوع يعني سريعا. نحن عندنا وكالة شركة هيبلو من الثمانينات، وهيبلو من خلال ال 15 سنة اللي ما مضوا دخلوا في الرياضة بشكل قوي جدا. بلي براند امباسادور، سفير للماركة، عندهم أوسين بولت كبراند امباسادور، مورينيو، عندهم مارادونا، فعندهم كثير ناس من الرياضة. ونحن كشركة خاصة، ما نعتبر عمانة كشركة خاصة، نحن تابعين لي، نحن جزء من إمارة دبي ومن الإمارات، فنحن لازم نسوي شيء عشان نحط اسم دبي للأعلى والأعلى دائما. مشكورين على هذه البادرة وموفقين. شكرا، يعطيك العافية. أكيد معنا كان سعادة محمد عبد المجيد صديقي المدير التنفيذي التجاري لمؤسسة صديقي القابضة، وكما قلنا عبر شركاتها الخاصة وبالتنسيق مع مؤسسة إبلو العالمية، يعني يتم تنظيم هذا الحدث أيضا بدعم قوي وبإشراف من مجلس دبي الرياضي. هذا بالنسبة للإطار الأولي، سنرصد مزيد من اللقاءات، خصوصا ننتظر أيضا تواجد ضيوف من فئة الخمس نجوم هنا ليتابعون هذه المباراة، أذكر التي ستجمع فريق الجوهرة السوداء، إدسون أرانتس دو ناشيمينتو، اللاعب الوحيد الذي سجل 1200 وأكثر، يعني ما يقارب 1300 هدف في ملاعب العالم، سواء من سانتوس البرازيلي وصولا إلى نهاية المسيرة في نيويورك كوسموس الأمريكي. وبينهما يعني بيلي قدم أفضل ما لديه مع منتخب البرازيل. بيلي يعني أصغر لاعب، أذكر السادة المشاهدين، أصغر من سجل في نهائيات كأس العالم. بيلي ثلاث مرات يعني وورد كاب تشامبيون، معنا هنا على هذه الأرضية بعد قليل في دبي. بيلي سيقود فريق متكون من زامبروتا، أميليا، أو كذلك مارسيل ديزاي، النجم الدولي الفرنسي والذي أيضا انتمى إلى حقبة ذهبية لا تنسى في الحقيقة على المستوى الأوروبي، وهو جيل ديزاي وديشان ولوران بلان وفابيان بارتيز وزين الدين زيدان، الجيل الذي مكن فرنسا من اللقب العالمي الوحيد يعني في تاريخ الديوك 98. أيضا لدينا إن شاء الله برمجة خاصة ولقاء مع النجم مارسيل ديزاي. هذا الجمع الطيب سيواجه فريق مارتشيلو ليبي كما قلنا أيضا من أفضل ما أنجبت الكرة الإيطالية. أكثر تفاصيل بعد قليل، دائما مع مباراة الصداقة من دبي أوبرا.
accept that I believe that Hublot is the best brand in creativity, in innovation that we have in Switzerland. Art of fusion, this is our philosophy, our way of living, our identity, the art of fusion in watchmaking.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, again, good evening and welcome to what promises to be a rather historic evening down here in the heart of Dubai. Welcome to the Hublot Match of Friendship. Hublot loves football. Do get on social media. Do use your hashtags. Do use your tweets, your selfies, and all to spread the message tonight. What you've just seen up there on the big screen is what has been. This is the follow-up to that. We had the Match of Friendship return game is what's going to happen here tonight in Dubai, because there at Baselworld, Match of Friendship, in the presence of some of the senior management of Hublot, we had something of a classic. So this is match two of the Match of Friendship right here in the heart of the Middle East. We're live from Dubai, and we're live with 60 days to go to the FIFA World Cup in Russia this summer. Lots to look forward to there, and a lot to look forward to here tonight. It is, of course, Hublot, the official timekeeper sponsor of the 2018 FIFA World Cup. So we are here celebrating with they, and they have treated us to some real stars of the world of football who we'll be introducing to you in just a few minutes' time. The question is, Dubai, are you ready for international football? That won't do. The players can hear you down there. Ladies and gentlemen of Dubai, are you ready for some of the finest footballers ever known to mankind? They can hear that. We can hear that. It is my pleasure now to welcome up onto the podium to say a few words of welcome. We'll be hearing from the CEO of Hublot in just a few moments' time, but I know a man who would like to introduce him personally. Joining us here in the centre circle, first up, is the Regional Director of Hublot Middle East and Africa, David Tedeschi, and alongside him, to say a few words of welcome, please welcome the Chief Commercial Officer of Siddiqui Holding, Mohammed Abdelmajid Siddiqui. So the microphone just making its way out to the centre circle. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the world of Hublot. On behalf of the chairman and vice chairman of Siddiqui Holding, we would like to welcome the Hublot team and Mr. Ricardo Guadalupe to Dubai for inaugurating FIFA World Cup 2018 here with a friendly match in Dubai. So please, Mr. Ricardo. Thank you. Thank you, Mohammed. So I'm very proud to be here in Dubai. I would say today Hublot loves football in Dubai. Hublot and football is already a long story. The philosophy I was mentioning, the art of fusion, which is connecting tradition and innovation, and our philosophy to be unique, the first and different in everything that we do. So football, we have been the first brand to enter this world of football. 2008, we started the Euro Cup in Switzerland, World Cup in South Africa, again Euro Cup in Ukraine, World Cup in Brazil, Euro Cup in France 2 years ago, and this year, the Russian FIFA World Cup 2018, we are the official timekeeper. And we wanted to do a kickoff event at Baselworld. We did already a match of friendship during our biggest fair for our watch industry. And we wanted to do a special event outside in a very important market, because Dubai is very important for us. And I would say that even our boutique in the Dubai Mall is our number one boutique in the world. And this is thanks, bravo to Dubai, this is thanks to our partner here in Dubai, the Ahmed Seddiqi and Sons. And I would like to say thank you to the family, to Majid, to Hami, to Mohammed, to Osama, and all family, because thanks to this strong partnership, we have a strong brand Hublot here in Dubai. So we decided to do this match of friendship with, of course, our ambassador, the king of football, who is here with us today, Pelé. We'll have one team with Pelé and another team with Marcello Lippi, also Italian coach, world champion in 2006, with Italy. And yes, that's really our biggest event before
the Russian World Cup, and I'm really proud to be here. And I would like also to say thank you to the Dubai Sport Council for having allowed us to be here in this incredible place for the first time with the Burj Khalifa. It's really fantastic. So I think let's start now. Ricardo, thank you very much indeed to you. Ladies and gentlemen, Ricardo Guadalupe is with us here. Do you want to stay here with us, guys, for the lineup? So that'd be great. I'm going to take that off you. Sure, sure. If we can get you just facing this side, because we're about to welcome the players onto the field itself. But before that, we need ourselves a referee to officiate this match. And we have the pride of the UAE with us here for our match of friendship here. He is a registered official here in the league in the UAE and across the whole of the Asian region as well. So please put your hands together for our match referee from this one, from the United Arab Emirates. Please welcome Ali Hamed Al Badawi. So as Ali makes his way onto the field, he is the man in charge. And now we turn to our two teams. And as mentioned, we have gleaned talent from all corners of the globe to be with us here tonight. First team plays under the colours of Team Pelé. We're going to be introducing them in alphabetical order for you. This is the Hublot match of friendship in the heart of Dubai. In alphabetical order, and rather fittingly, it is their number one for Team Pelé who comes out first in the alphabet. And he is, of course, a formidable D. He is the pride of Brazil, a legendary Brazilian shot stopper, 91 caps for his country, 11 years as number one for Brazil, an Olympic medal, and, of course, a FIFA World Cup winner's medal in 2002. Please welcome the one, the only, Dida! So we've got number one for Team Pelé. What about Team Lippi? Who do they line up with at the back? Well, I can tell you, somebody who as well has been a shot stopper the world over. He has several series titles to his name. 9 caps for Italy, won a bronze at the Olympic Games back in 2004, and also a World Cup winner's medal in 2006 with Italy. It is time to get number one out for Team Lippi. Please welcome Marco Amelia. Next up, we turn our attention from Brazil and Italy to the pride of France, the two men who will be coming out as the second players for both of these teams. Let's start with Team Pelé, if we can. And lining up for Team Pelé, a man who needs very little introduction, but he gets one. 116 appearances for France, 2 Champions League titles during his club career as well. He won the 1998 World Cup. He won the 2000 Euros. He is the one, the only, Marcel Desailly. And the man that runs out after he is a man, again, who needs little introduction, especially to Marcel. He lines up for Team Lippi here this afternoon. 53 caps for his beloved France, where he also won the 98 World Cup and the 2000 Euros alongside Marcel and a couple of Champions Leagues along the way as well. Please welcome to Dubai, Christian Carambo. And now we turn our attention to the pride of Ireland, lining up in the third position to run out here for Team Pelé. 146 caps for the Republic, 68 goals for his beloved Ireland. He is the all-time record Irish scorer and the top Irish scorer at the 2002 Football World Cup. Dubai, make some noise for Robbie Keane! Robbie runs out for Team Pelé, and alongside him, representing Team Lippi, it is a man, again, who has covered himself in glory the world over. 5 Serie A titles. He is a legend at Inter Milan, has won Champions League with his clubs, 41 caps for Italy, and none more so than that famous, famous night in 2006 when he helped Italy win the Football World Cup. Please welcome, from Italy, Marco Materazzi. So plenty of countries already represented here on this who's who on the field. But let's bring out a man who knows this part of the world very well. He is a superstar for Al Ahly, and now, of course, Shabab Al Ahly. He won the Gulf Cup of Nations with that team,
holds 38 caps for the UAE, and he's been a constant member of the UAE squad in their bid to get back into the FIFA World Cup. Please welcome, lining up for Team Pelé, Masjid Hassan. The man alongside him is also something of a local hero here in the UAE and over in Madrid, where he represented Real for many, many years. 53 caps for Spain. He is a recipient of a winner's medal at the 2006 FIFA World Cup. Please welcome, ladies and gentlemen, the one and only, Michel Salgado. Meanwhile, we've got two more to get you five aside for this 15 each half game. And who are the number fives? Well, first up, the pride of Brazil. 10 caps for Brazil. With them, he was runners-up at the FIFA Confederations Cup. He won the Copa America with Brazil as well. He is an AC Milan Hall of Famer. Won two Champions League with them and a Serie A title. Make some noise, Dubai. Please welcome Serginho. Finally for you, a man who has three World Cup campaigns under his belt. 98 caps for Italy. He won in 2006 on that famous night for the Azzurri, and he is here with us tonight. Please welcome last man for Team Lippi. It is Gianluca Zambrotta. These are your two teams, but two teams need two managers, and we have, well, got two of the finest for you here tonight. Team Lippi, line up alongside me here. And, well, it is the man that gives his name to the team who has agreed to manage them here tonight. A man who managed Italy to FIFA World Cup glory in 2006. In charge of Italy from 2004 all the way through to 2010, the first coach in history to win both the UEFA Champions League and the FIFA World Cup. Please welcome the one and only Marcello Lippi. It's an absolute pleasure to have Marcello with us here today, and I'm sure he'll be calling the shots for his team. He'll come on out here and represent they. And it's tough when you've got someone like Marcello along with us because we have to search for one of the finest of all time. And, well, that is what we've got for you, possibly the greatest, if not one of the greatest of all time. A three-time winner of the FIFA World Cup, the leading scorer in his national team's history, illustrious and glorious history of the game. Golden Boot winner at Mexico 1970, World Player of the Century and voted the Athlete of the Century by the IOC. Seven-time recipient of the Ballon d'Or. He needs very, very little introduction, but I would ask you all, please, Dubai, down here in the shadow of Dubai Opera, in the shadow of Burj Khalifa, to welcome the greatest of all time, 92 caps, 77 goals for Brazil. He is the manager of Team Pelé. He is Pelé! So as we wait for the great man to join us here on stage, what is going to happen now? Well, he will get a guard of honour onto the field, and then we will have the coin toss from our match referee, and then we'll be in to the game proper. And it will be two halves of 50 minutes, four men on a field at any one time, and rolling subs. But, ladies and gentlemen, put your hands together for Pelé.
So we will ask the players to line up alongside their two respective managers as we get the team photo before the game. So these are the two teams for our match of friendship here in Dubai. Big round of applause before we start for Team Pelé and Team Lippi. Huge thanks to all the members of the press for turning out, supporting the event this year. And a huge thanks to all the team at Hublot as well for putting this very special evening on. Not many better ways to spend an evening here in Dubai. So with the photo formalities done, we have 4 minutes until kickoff, so 4 minutes of warm-up for the players. Warm welcome to His Excellency Syed Harrop. Syed, lovely to see you. Secretary General of the Dubai Sports Council, who have kindly sanctioned this event for us here tonight. So, your referee has 3 minutes. He's ready. We're ready. So, managers will make their way off the field in just a few minutes' time. Four players will start the game. And I would ask that all of you get involved and get behind both your teams. In fact, who is going for who? How many people out there want to see Team Lippi win this one? Really? They need a bit more than that. How many people want to see Team Lippi win this one? Oh, there's a few more now. Okay. Are there a few more people out there that want to see Team Pelé win? So four players start. 1 minute until kickoff. Fifteen minutes each half. And we would encourage you, as I said, to get involved, get behind the players, show your support, and we'll let you know when the 10 seconds countdown begins. We will have a ceremonial roll-in from Ricardo Guadalupe, CEO of Hublot, who will get us officially underway. This is the Hublot match of friendship. But once these boys start, all bets are off. Some of the great talents of the world game turning out in Dubai. And all will be looking to get one over on their friends and walk away with the bragging rights for Dubai's version of the Hublot match of friendship. So the time has come to hand over to
Our match referee, Ali Hamid Al-Badawi. It's thumbs up from us. Timekeeper is ready to go. So, ref, when you're ready, we're ready. And as I said, players appreciating your support, so get behind them throughout the entire team. Feel free to make your allegiances known. And it will be the CEO of Hublot, Ricardo Guadalupe, who goes for goal straight from the off. بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قناة دبي الرياضية حيث هنا المباراة الودية المصغرة ما بين النجوم العالميين في حدث من الأحداث اللي عادة ما تستضيفها دبي لدينا فريقين الفريق الأول بقيادة مارتشيلو ليبي المدرب الإيطالي المعروف الحاصل على مونديال 2006 مع لاتوري بينما في الجانب الآخر فريق الأسطورة البرازيلي بيلي بالزي الأسود لدينا سيرجينيو ديسايي وماجد حسن من الإمارات وديدا في حراسة المرمى بالنسبة لفريق مارتشيلو ليبي بينما في الجانب الآخر لفريق بيلي ميشيل سالجادو كارمبو الفرنسي وزامبروتا الإيطالي وفي حراسة المرمى ميليا مناسبة كروية عالمية هنا في دبي عادة ما تستضيف هذه الأحداث الكبيرة محاولة كانت من كارمبو هنا المحاولة لكن أيضا مقطوعة ميشيل سالجادو ممكن من خلالها الهدف الأول لا زالت النقلات لكن تقطع هذه الكرة من جانب سيرجينو تسديدة قوية هنا وبالتحديد في منطقة برج خليفة أو داون تاون دبي حيث تقام هذه الاحتفالية وهذه الفعالية مباراة اللي يقود الحكم الدولي السابق السيد علي حمد تسديدة يا سلام الهدف الأول الهدف الأول جول عن طريق كارمبو نجم المنتخب الفرنسي السابق والحاصل على مونديال 98 شوف محاولة كارمبو وتسديدة قوية أرضية في المرمى 1-0 إذن لفريق بيلي تسديدة وأيضا في المرمى التعادل 1-1 إذن يصبح الآن محاولات مستمرة زامبروتا ظهير الأيمن المنتخب الإيطالي حاصل على الميدالية الذهبية أو المركز الأول في مونديال 2006 1-1 الآن النتيجة روبي كين النجم الأيرلندي حاول فيها يقطع من كارمبو لكن أيضا يتدخل فيها ديدا الحارس البرازيلي حارس مرمى اي سي ميلان السابق واللي مثل المنتخب البرازيلي والسيليساو في العديد من المناسبات ممكن الآن كارمبو صاحب الهدف الأول يلعب لسالجادو وفي المرمى سالجادو نجم ريال مدريد السابق يسجل الهدف الثاني ماركو ماتيرازي الآن اللي أيضا حصل مع المنتخب الإيطالي على مونديال 2006 هناك في ألمانيا على حساب المنتخب الفرنسي وبضربات الجزاء الترجيحية يومها ماتيرازي سيرجينيو يحاول لكن أيضا مقطوعة من الإيطالي سالجادو الآن حاول يتوغل مقطوع من روبي كين إلى سيرجينيو لكن أيضا ماجد مرة ثانية روبي وفي المرمى جول عن طريق روبي كين هدف عن طريق روبي كين تسديدة أخرى أيضا محاولة مرة أخرى نلعب على شوطين مدة كل شوط 10 دقائق ماجد حسن أو صحح لي الإخوان صححوا لي بأنها ربع ساعة وليس 10 دقائق مدة الشوط هنا في مباراة احتفالية وفي فعالية احتفالية تقام في مدينة دبي المدينة اللي سباقة دائما في استضافة مثل هذه الأحداث وهذه الفعاليات روبي كين الآن
الايلندي لسيرجينو البرازيلي ماجد ممكن محاولة لازالت الهجمة والنقلات يا سلام جول عن طريق سيرجينيو سيرجينيو يسجل هدف الآن زامبروتا الإيطالي يحاول بالكعب إلى سالجادو نقلات لفريق بيليه هاتو خذ و إلى خارج أرضية الملعب إذن هدف يأتي آخر لمصلحة فريق الأسطورة بيلي ماجد حسن الآن الفريق الأبيض أو لفريق مارتشيلو ليبي روبيكين حاول فيها كين هنا يلعبها لسيرجينيو مباراة المصغرة هنا في احتفالية حاضرة وبالتحديد في أوبرا دبي العديد من المرافق التي تتمتع بها دبي وتقام من خلال الأحداث العالمية روبي كين معاه الكرة محاولة لتسجيل أهداف أخرى من جانب فريق مارتشيلو ليبي ماجد حسن إلى روبي كين نقلات حاضرة حضور جماهيري مميز يا سلام حلوة هذه التسديدة ولكن أيضا بتعدي ديدا اللي ياما أبدع وتألق و قدم العديد من المستويات الرائعة مع اي سي ميلان الايطالي سالجادو مقطوع من امامه سيرجينيو حاول فيه البرازيلي هنا في تمريرة الى ماجد لكن ايضا ماتيرازي والى ميليا او اميليا حارس المرمى ماتيرازي الان المدافع الشهير مدافع انتر ميلان السابق سالجادو تسديدة وفي المرمى جول آخر لفريق الأسطورة بيلي عن طريق سالجادو سالجادو يسجل هدف آخر يدخل الآن دي سايه المدافع الفرنسي الشهير السابق وأحد أعضاء الجيل الذهبي الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي نقلات للفريق اللي يرتدي القمصان البيضاء روبي كين حذاري مارسيل دي سايه إلى سيرجينيو ومضايقة من جانب كاريمبو نقلات قصيرة بالنسبة لفريق مارتشيلو ليبي محاولة هاتو خذ ديسايه اختلفت الأمور الآن وبالتأكيد تغيرت حتى على المستوى الفيزيائي على المستوى الأجسام والمستوى البدني يا سلام سيرجينيو بالمهارة ممكن لكن أيضا مقطوع كاريمبو سالجادو تسديدة لا والله ما سددها عادت مرة ثانية يا سلام أوه هجمة جميلة جدا كانت لفريق الأسطورة بيلي ما بين سالجادو وكاريمبو وماتيرازي روبي كين الآن الإيرلندي يحاول سيرجينيو نقلات قصيرة ملعب صغير بكل تأكيد ميني فوتبول نقدر نسميها حاضرة هنا ودبي تجمع النجوم العالميين في مثل هذه الاحتفالية اللي ياما أبدعوا وأمتعوا الجماهير الكروية في العديد من المحافل العالمية حكم اللقاء هو الحكم الإماراتي الشهير علي حمد سيد علي حمد هو من يقود هذا اللقاء سالجادو هذه ذكرتنا لكن هدف الآن عن طريق ماتيرازي هدف عن طريق ماركو ماتيرازي الإيطالي سالجادو عدى فيها بطريقة تعودنا نشوفها في الحارة عندما نلعب أميليا الآن الحارس الإسباني كارمبو يحاول فرنسي معاه الكرة ماتيرازي نقلات لفريق الأسطورة بيليه بيليه اللي يعتبر لدى الأكثرية والأغلب بأن لربما الأفضل في التاريخ والمقارنة التي لا تتوقف ما بينه وما بين دييغو أرماندو مارادونا اللي يتواجد أيضا في دولة الإمارات ويدرب فريق الفجيرة بينما مارتشيلو ليبي لم يكن على مستوى اللاعبين بتلك الشهرة ولكن على مستوى المدربين حصل على مونديال 2006 بكل جدارة واقتدار هنا الكرة الآن روبي كين
لاعب توتنهام هوتسبير في السابق كاريمبو يا سلام بعد ذلك سلقادو هدف سلقادو يسجل هدف آخر في مباراة اليوم العديد من الأهداف هنا في هذه المباراة المصغرة الاحتفالية في أحد فعاليات دبي تسديدة قوية لكن تصدي أقوى من جانب أميليا ديدا الآن هنا تصل إلى روبي كين حاول يعدي بالمهارة يعيدها الإيرلندي سيرجينيو كين وفيها لمسة يد لمسة يد على ماتيرازي يحتاج على قرار علي حمد عودنا على احتجاجاته وبكل تأكيد اللقطة الشهيرة مع زين الدين زيدان لن ينسى أحد تلك اللقطة ما بين ماتيرازي وزين الدين زيدان في نهائي مونديال 2006 زامبروتا الإيطالي يلعبها للفرنسي كاريمبو ماتيرازي الآن ماركو معاه الكرة نقلات محاولة لإيجاد الثغرة لكن الثغرة ما هي موجودة أميليا إلى زامبروتا عادت مرة ثانية روبي كين آخر خمس دقائق من الشوط الأول المباراة اللي تقام بتنظيم وبرعاية من شركة هوبلوت السويسرية الشهيرة روبي كين إلى سيرجينيو ديسايه ممكن الفرنسي يا هي أيام لهذا الفرنسي الصلب في المدافع أو الصلب في المناطق الخلفية وهدف عن طريق سيرجينيو هدف عن طريق سيرجينيو دقيقة 11 التعادل 5-5 ما بين فريق مارتشيلو ليبي وبيلي هنا المحاولة روبي كين حاول يحطها بلمسة لكن أيضا ما مشت معاه سيرجينيو وأميليا يتألق مرة أخرى أميليا يتألق ويبعد هذه الكرة لا توجد ضربات ركنية هنا نقلات زامبروتا يحاول يعدي بالمراوغة الإيطالي ما تعودنا عليه يراوغ عندما كان في الملاعب ولكن هنا في هذه المباراة المصغرة الحبية التي تجمع ما بين هؤلاء النجوم تسديدة قوية من الإيطالي وبعد ذلك روبي كين لكن تعاد من ماتيرازي كاريمبو يحاول فيها الأسمراني الفرنسي لكن أيضا يتدخل فيها إذن دقيقتين كوقت بدل ضايع بالنسبة لمباراة اليوم المصغرة هنا ما بين فريقي بيليه ومارتشيلو ليبي زامبروتا يحاول كاريمبو ممكن التسديد لكن أيضا إلى ماتيرازي أميليا كل هذه النقلات لفريق بيليه لا أوه حذاري من النيران الصديقة بالنسبة لماتيرازي روبي كين إلى سيرجينيو ممكن هذه لكن أيضا تبعد من حارس المرمى المتألق أميليا الآن كاريمبو يحاول ممكن لا زالت الهجمة نقلات هنا المحاولة كاريمبو هنا الكرة مرة أخرى زامبروتا لكن أيضا تبعد من جانب ديدا المباراة اللي يتواجد فيها الأسطورة البرازيلية بيلي هنا في المدرجات تم الترحيب ببيليه البرازيلي ثلاث بطولات كأس العالم وفي المرمى روبي كين يسجل إذن روبي كين يسجل هدف تصبح الأمور 6-5 أو 6-6 شوف روبي كين زامبروتا لازال الشوط الأول هو من يتحدث في الموضوع هنا سيرجينيو محاولة ممكن روبي كين يحاول ولكن أيضا حارس المرمى
روبيكين الآن ممكن هذه زامبروتا الإيطالي يحاول فيها زامبروتا ماركو ماتيرازي نقلات للفريق الأسود واللي هو فريق الأسطورة بيلي وهدف عن طريق سيرجينيو هدف طريق عن سيرجينيو وبهذا الهدف ينتهي الشوط الأول هنا ما بين فريقي مارتشيلو ليبي والأسطورة بيلي سنلتقي بإذن الله معكم مع بداية الشوط الثاني 7-5 is the score at half time. Boys will have a 10-minute break on the sidelines. A well-earned refreshment. And we've got some rather special entertainment for you as well. So don't go anywhere. Eyes on the main pitch down here at the Bayer Brahe Gardens for a rather special presentation. Go on, please. More international talent for you. And it's my pleasure to welcome onto the main pitch of play two freestylers, football freestylers who've flown in especially for this one. They're going to go head to head, show us a few skills. Maybe they might even challenge a few of the lads as well, who knows. But it's a welcome onto the main field for Hamed, who's a bit starstruck at the moment. You can't get past all that international talent. So put your hands together for Hamed. He is our first football freestyler, and he's going to be joined by Amar in just a few moments' time. But let's hear it for Hamed as he shows us what you can do. Hamed! We'll be right back.
So big round of applause for Ahmed. Now Ahmed's brought his mate on, Amma as well. And do you think Amma can do better than you, Ahmed, or not? Shall we see? So let's bring him on. Let's make some noise. Let's bring out Amma onto the main field as well as we go tag team with the two here. Ahmed now joined by Amar. Oh, hang on. Competition. Hello, guys. We're going to do a small game here. We want to challenge someone from the audience. Okay, so I'm going to try to pick someone from you guys, and we got to challenge him here. So I'm going to choose... the third guy in the last line. Can you come, please? So, guys, we're going to have a small challenge with this guy. So we're going to see if he can do some tricks. So if he can beat me or, you know, let's see who can win. So let's see if the person from the crowd can do the same trick. Wow! Let's try another trick. Okay, let's see if he can do it. Whoa! Okay, let's try to make it harder. Can you do that? Wow. Woo. Nice. Woo. Good job. I think you got some skills, so show us your skills, you know? Let's see your full set. Let's see your full skills here. Wow, pretty easy, right? Whoa! Okay, let's see what Amar's got for us. That was very good, right? Woo! Let's give him a clap. Wow.
Yes. Congratulations then, big thanks to our freestylers out there for entertaining us. Big thank you to all the team, and big put hands together for Ahmed and Ammar. Thank you very much indeed to them. And a very good random one from the crowd. Right, 6-5, Pelé is the scores on the doors. You've got 15 minutes when these world beaters, all with FIFA World Cup pedigree, are out there. So last opportunity for you to get behind the players. Ali is ready. He's got the he's ready. His high fives round for Ali, so he's going to call this one. Let's get on over and meet some of the crowd down here. What's your name? What's your name? Balthazar. You enjoying it? What? You enjoying the game? Yeah. Who are you here to see? Who's your favourite player? Pelé. Really? Have you been able to see him? Not yet. He's around for sure, that's for sure. So we'll make sure you get an opportunity. That's right. You enjoying the game? Thank you. Who do you think is going to win? Is it Marcello Lippi's team or do you think it's Pelé's team? Pelé's team. Of course. Well, there we are. Balthazar, thank you to you. Well done. Enjoy. Got more down here enjoying. Hello, mate. What's your name? Tommaso. Tommaso. Who are you here to see, Tommaso? Team Lippi. Yeah. Team Lippi? Absolutely. Do you think that they're going to win? Most probably, yeah. So who's your favourite player on Team Lippi over there? Probably Materazzi. Yeah. Ah, there's a Materazzi fan down here. Marco's got his fan club over here. Well, enjoy the rest of the game. Thanks for being here. Thank you. Big Right, we are just seconds away from the start of the second half. It's looking an absolute beaut up there on the big screen as the sun sets in this iconic setting. So, starting lineups being decided by Marcello and Pelé. They're keeping an eye on the scoreboard. 15 minutes remaining. Last opportunity for you to get behind these teams. They can hear you. Loud and proud, so make sure you make some noise. Get behind your favourite players, get behind your favourite team. 6-5 the score. Little bit of disagreement about the score there. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا عبر قناة دبي الرياضية هنا المباراة الاحتفالية المصغرة والتي تقام في دبي وبالتحديد في أوبرا دبي ما بين فريقي الأسطورة بيلي والأسطورة التدريبية مارتشيلو ليبي فريق بيلي يتكون من ماتيراتزي الإيطالي سالجادو الإسباني وكاريمبو الفرنسي وأميليا بينما فريق اللي يرتدي القمصان البيضاء وفريق مارتشيلو ليبي يتكون من ديسايا الفرنسي روبي كين الايرلندي وسيرجينيو البرازيلي وديدا البرازيلي الشوط الاول انتهى بتقدم فريق بيلي بسبعة اهداف مقابل خمسة هل يحمل لنا الشوط الثاني اية اهداف سيرجينيو اللاعب المهاري هنا إلى روبي كين المهاجم المشاكس تسديدة ولكن تسديدة روبي كين بتعدي ماتيراتزي يحاول يتدخل ديدا ممكن الهدف الآن سالجادو يسجل هدف آخر سالجادو الإسباني هدف إذن عن طريق سالجادو روبي كين الآن في الجهة اليسرى محاولات مستمرة فرصة خطيرة بتضيع بالنسبة لفريق مارتشيلو ليبي المباراة اللي مثل ما قلنا يقودها السيد علي حمد كحكم ساحة ولا تحتاج إلى حكام راية أو مساعدين هنا في المباراة المصغرة
الحبية الودية والتي تقام برعاية أحمد صديقي وأولاده ورعاية الشركة السويسية أو السويسرية عفوا للساعات الفاخرة هوبلوت. كاريمبو إلى أميليا. محاولة. لكاريمبو في الجهة اليمنى. الأسطورة بيلي يتابع هذه المباراة هنا في مقاعد هذه المدرجات المؤقتة. كاريمبو سالغادو لكن أيضا تصل إلى روبي كين وتسديدة جميلة. تسديدة قوية. أحد الجمهور كان ممكن أن يتأذى من هذه التسديدة لكن عدت على خير. محاولة عن طريق سالغادو بالنسبة لفريق بيلي. ماتيراتزي هنا إلى كاريمبو. كاريمبو يحاول. سالغادو يأخذها نفسه بشكل ممتاز لكن أيضا بتعدي. كان ممكن يخدع فيها سالغادو حارس المرمى ديدا. روبي كين وكرة بتضيع. 7-6 لازالت الأمور لمصلحة فريق الأسطورة بيلي. محاولة حاضرة. ممكن الكرة هنا. سيرجينيو يحاول. حاول فيها سيرجينيو. نقلات عن طريق سالغادو. حاول فيها ميشيل سالغادو لكن أيضا يتدخل روبي كين. ممكن الإيرلندي يحاول فيها يعيدها هنا إلى سيرجينيو. دي سايه لكن كاريمبو يتدخل. ماتيراتزي عادت هنا لسالغادو. أيضا هدف آخر. يا هي أهداف يسجلها سالغادو لم يسجلها في مسيرته كلاعب كرة قدم في الفريق الأول. هنا يسجل الأهداف. هدف إذن الآن أيضا عن طريق روبي كين. زامبروتا سالغادو. زامبروتا الإيطالي. كاريمبو إلى سالغادو. كاريمبو يحاول تسديدة خاطئة. عادت مرة ثانية بالكعب هذه من سالغادو. وكلا اللاعبين تواجد مع ريال مدريد الإسباني سواء كاريمبو ولا سالغادو. زامبروتا مع يوفنتوس وإيس ميلان ولكن كرة بتعدي. ديدا إلى روبي كين. تسديدة يا السلام. حلوة حلوة التسديدة كانت روبي كين. عادت مرة ثانية لفريق بيليه ليرتدي الزي الأسود بينما بالزي الأبيض فريق مارتشيلو ليبي. محاولة إلى زامبروتا ولكن أيضا مقطوعة هذه الكرة. نقلات. تسديدة قوية من زامبروتا وفي المرمى. قوية من زامبروتا وفي المرمى. محاولات زالت الأمور. 8-8 التعادل. نتيجة المباراة تعادل بثمانية أهداف لكلا الفريقين سواء فريق بيلي أو مارتشيلو ليبي. بالكعب هذه كاريمبو هنا إلى زامبروتا. سالغادو لكن مقطوعة من النشيط روبي كين. ويا سلام هدف جميل. هات تخذ ما بين روبي كين وسيرجينيو. ما بين روبي كين وسيرجينيو. ميشيل سالغادو حاول تصطد وبالتالي نعود الآن الشوط الثاني. روبي كين نقلات. حذاري من الأخطاء. وسالغادو يحاول.
هنا إلى كاريمبو، تسديدة قوية. زامبروتا يتدخل فيها، خطأ. خطأ على زامبروتا. الأداء الإيطالي الدفاعي القوي على مارسيل ديسايه. وبطاقة صفراء. تسديدة، يا سلام. الهداف رابيكين حطها بشكل ممتاز، رابيكين الايرلندي. زامبروتا الان، كاريمبو يحاول ان يراوغ مارسيل ديسايه، لكن هناك تحدي فرنسي خالص في تلك المنطقه. كاريمبو الى سالغادو، هنا جانب من المدرجات المؤقتة اللي أقيمت خصيصا بهذه المناسبة تحت رعاية شركة أحمد صديقي وأولاده، الوكيل الحصري والأول لهوبلت السويسرية. تجلب لنا إمارة دبي هؤلاء اللاعبين العالميين. وتسديدة قوية من جانب سيرجينيو اللي سيخرج الآن. حكم اللقاء يطلب من سيرجينيو الذهاب إلى خارج أرضية الملعب أو جلب الكرة. إذن حكم علي حمد يقول بأن استخدم تقنية الفيديو وشاهد الخطأ في عملية طريفة هنا في هذا الحدث الكروي الترفيهي. محاولة تعاد إلى سيرجينيو، لكن أيضا بتعدي. هنا النقلات، ماجد حسن الآن إلى الرابيكين، حاول فيها ماجد ولكن أيضا مقطوعة. وهدف عن طريق سالغادو، هدف عن طريق سالغادو. هدف عن طريق سالغادو. نقلات نلعب في الدقائق الأخيرة. هنا المحاولة، روبيكين، فريق الأسطورة بيلي لا زال متقدم. و 11-9 الآن، 11 هدف مقابل 9 أهداف هنا في مباراة الصداقة ما بين مارشيلو ليبي والأسطورة بيلي. هنا النقلات والمحاولات. هنا التسديدة، روبيكين يحاول، ماجد حسن ولكن يتصدالها، يتصدالها اللي هو أميليا ماتيرازي الآن. المحاولة سالغادو الآن، مراوغة ولكن إلى خارج أرضية الملعب، كاد ممكن أن يصاب فيها أحد الجماهير. تقطع هذه، روبيكين حاول فيها، كين هنا إلى ماجد. نقلات حاضرة.
Serginho, روبي كين. حاول لكن مقطوع من الإيطالي زامبروتا. لا زال بنفس الحماس والرغبة الإيطالي زامبروتا. الظهير الدولي الإيطالي السابق. محاولة وفي المرمى. في المرمى هدف لمصلحة فريق مارتشيلو ليبي. محاولة كانت حاضرة وأتى من خلالها هدف لا يوجد بها خطأ. هنا كرة حاضرة تحت مرأى الأسطورة بيليه ليحضر شخصيا هذه الاحتفالية وهذه المباراة المصغرة. تعاد نقلات ميشيل سالغادو إلى كاريمبو. كاريمبو يحاول لكن رمية التماس. كاريمبو الفرنسي نجم المنتخب الفرنسي السابق إلى ماركو ماتيراتزي ناحية سالغادو. روبي كين ماجد الآن يعيدها إلى سيرجينيو. تسديدة قوية ولكن هناك في برج خليفة. روبي كين دقيقتين على نهاية الوقت والمنافسة مستمرة. سالغادو تسديدة 11 هدف لفريق الأسطورة بيلي مقابل 10 أهداف لفريق المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي. آخر مسيرته كان في الدوري الصيني ليبي وأيضا مع المنتخب الصيني الأول. تسديدة وفي المرمى سالغادو هداف المباراة. سالغادو هداف المباراة هذا المساء. نقلات ماجد حسن. سالغادو اللي ما تعودنا عليه انه يهدف عندما كان ظهيرا ايمنا في تشكيلة ريال مدريد. هنا سالغادو مرة اخرى تسديدة قوية حاول فيها الاسباني. حاول فيها الاسباني سيرجينيو. دقيقة واحدة كوقت بدل ضاع. إذن دقيقة واحدة سالغادو يتقدم. روبي كين يا سلام بالكعب. سيرجينيو الكعب هذه نقلات يبحث عن التسديدة وعن الثغرة. روبي كين الأيرلندي سيرجينيو لكن إلى خارج أرضية الملعب. الثواني الأخيرة. الثواني الأخيرة. عادت المحاولة. ممكن هذه. أوه ضاعت فرصة خطيرة. هنا. وماركو ماتيراتزي وخطأ. خطأ لفريق الأسطورة بيليه. خطأ هنا النقلات. إذن ميشيل سالغادو. وفي هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا تنتهي هذه المباراة الحبية وبين نجوم عالميين حضروا هنا إلى دبي في مناسبة ترفيهية وتجارية جميلة. مباراة كانت ما بين فريق الأسطورة بيلي وفريق المدرب مارتشيلو ليبي انتهت بشكل جميل من بعد تسجيل العديد من الأهداف. إذن مشاهدينا
في كل مكان عبر قناة دبي الرياضية. نأمل أن نلقاكم المستقبل القريب. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So players coming around the ground now. Selfie time. And we'll also ask senior representatives of Hublot to make their way out onto the field. Congratulations to all of the players out there. It finished 11 apiece. Honours shared, honours evened. So the press wall coming onto the field as we speak. Let's have a quick word with the referee. Fair reflection, do you think? Good evening to everyone. I think it's a great pleasure to be here in this very nice place. With the all start of the world. I think congratulations for everyone to participate in this big event. 11-11, fair reflection of the game. Do you think that's a fair conclusion? I think is the better result is draw. Perfect. Well, ref, thank you very much indeed to you. Board is coming up on that far side, so we will have a few words from all the representatives. There will be a presentation. Thanks to Mohammed Abdelmajid Siddiqui, Chief Commercial Officer of Siddiqui Holding. Ricardo Guadalupe, CEO of Hublot. And David Tedeschi, the Regional Director, Hublot Middle East and Africa, here with us today. Both of the teams will now pose for the official photograph with their two managers and representatives of Hublot. That was the Hublot Match of Happiness, hashtag Hublot loves football. Okie dokie, put your hands together, make some noise for Team Pelé and Team Lippi. So we will ask the guys to stay for the media, just as the media are behind. Opportunity for they. A huge thanks to all the members of the media who have turned out on this Sunday evening down here at the Dubai Opera Hanging Gardens in the shadow of the Burj Khalifa. And look at that lineup of international talent, all with World Cup experience. Hublot, the official timekeeper sponsor of the forthcoming FIFA World Cup. And they have launched a very special edition, a limited edition, in fact, to mark the occasion. The Big Bang referee watch is the 2018 FIFA World Cup official watch. Just over 2,000 pieces made, featuring the latest technology. So boards coming over. And of course, with good reason, appreciation being shown to one of the greatest of all time. Not often you see players that have won World Cups asking for autographs. But that is, of course, the whole that our very special guest here today, Ambassador for Hublot. He's here on the main field. Do show your appreciation for the legend that is Pelé with us here in Dubai tonight.
Make sure you do grab information from the team on the out. Let's have a quick word with Robbie Keane, who's been ever present through that last half an hour. Enjoyed it? Yeah, it was very good. It was always nice to see old friends again and players that you played against that tried to kick you for a long time and they're still trying to do it again. Materazzi again. Every time we play against him, he's always trying to kick me. Competitive. Obviously, the competitive nature never leaves you as well. Good little run out. Rather stunning setting as well. Absolutely beautiful, yeah. It's nice to be here, obviously. شكرا للزميل احمد سلطان العبيدي على هذه المتابعه الجميله اكيد يعني على مستوى التعليق بالنسبه لمباراه يعني 3 ضد 3 هذه كره قدم مصغره فعلا لكن بحضور نجوم سعداء بالعوده لهذه اللقاءات ونعود طبعا مع التمثيل الاماراتي حضور جميل من خلال نجم الاهلي طبعا مايد حسن التحق بكوكبة النجوم اليوم مايد يعطيك العافية اليوم يعني مباراة الصداقة بين فريق بيلي وفريق ليبي أكيد المشاركة مهمة يعني أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أشكر مجلس دبي الرياضي على هذه الدعوة اللي أتشرف فيها دعوة ساعدتني صراحة أنا بين اليوم أفضل لعيبة في تاريخ كرة القدم صراحة اليوم يعني ما أعرف أوصل لك شعوري دعوة صراحة سعدتني كثيرا واشكر شركه هبلت على الدعوه كذلك طبعا نفس هذه الاحتفالات اللاعب يتشرف فيها وتكون خالده في تاريخه كامل انه شاف هذا اللعيب ولعب معاهم حتى لو كانوا في كبر هم كانوا في كبر لكن نتشرف انه نلعب معاهم وهذا بالعكس انا يمكن ما انسى طول عمري وصراحه اليوم لعب حتى لو هم كبار في السن لكن لعب جميل يبين انهم كانوا لعيبه كبار الحمد لله لعبنا وان شاء الله يعني نشوفهم في ايام ثانيه ان شاء الله. مايت اخر سؤال اعتقد السيت اب خصوصي شويه، السيت اب يعني على مشارف الداون تاون، على مشارف برج خليفه، يعني المكان متفرد يعني، مباراه هذه ستتذكرها مايت. اكيد اكيد انا نفس ما قلت لك انا هذه المباراه يمكن تتذكرها في تاريخك كامل. طبعا المكان هنا غني عن التعريف في الداون تاون والكل موجود. والعالم كله متواجد واللعيبه يعني لعيبه كبار ف يعني تعرف انت هني من تشوف المكان تتحمس فما بالك يجون لعيبه نفس هذيل فالحمد لله يعني كانت دعوه جميله وسعدتنا اليوم صراحه شكرا وموفق مايد حسن اكيد طبعا من نجوم الاهلي سابقا مايد حسن مستمرون في هذه التغطيه دائما مع مباراه الصداقه واذكر بالنتيجه التعادل سيد الموقف يعني مباراه قبل القسمه على 2 بين تيم بيلي وتيم مارشيلو ليبي نعود اليكم بعد قليل نبدأ في الحقيقة سلسلة النجوم وهناك 6-7 أبطال عالم يعني هنا في دبي في الداون تاون إدسون أرانتيس دو ناشيمينتو بيلي 3 مرات بطل العالم مارشيلو ليبي مدرب إيطاليا بطل العالم ولدينا أيضا الجيل الذهبي لمنتخب فرنسا 98 جيل زين الدين زيدان ديدي ديشان لوران بلون فابيان بارتيز ومارسيل ديزاي طبعا من لا يعرف مارسيل ديزاي j'étais un peu donc j'ai parlé un peu des champions du monde là qui sont nombreux et on est venu là à l'époque d'or donc de l'équipe de France avec un certain Marcel Desailly. Et ben bienvenue à Dubaï. Merci, le plaisir est pour moi, on aime toujours Dubaï. Là, on est dans la 20e année que cette équipe de France a gagné cette Coupe du monde, donc c'est l'anniversaire de cette génération qui a été bonne. Maintenant, on est dans le football moderne, on s'éclate aussi, hein, le football a continué d'aller vers le haut, donc c'est toujours un vrai plaisir de voir que aussi dans les Émirats, on aime le football vraiment. Aux Émirats, dans le monde arabe, on aime aussi Marcel Desailly, parce que quelque part, il représente la France qui gagne, mais la France qui est mixte, avec des origines africaines, c'est très beau, quelqu'un qui s'est adapté à la France et qui a porté les couleurs tricolores, mais qui, basiquement, qui vient du Ghana. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous vous rappelez de cette génération des Makelele, Karambo, Desailly? Oui, je crois que c'est une génération qui a marqué son temps. D'une part, parce qu'on a su durer, on a su durer. Et puis surtout, bon, c'est les origines des uns et des autres font que bah, ça a donné une force à cette équipe de France.
ça a dynamisé, ça a donné un peu, disons, une récupération politique en disant que oui, c'était possible de tous être ensemble, même si on avait des origines différentes. Donc c'est une bonne chose, hein. Ça a été qu'un souffle, parce qu'après, le cours du temps et du jeu a repris, mais ça a été un vrai plaisir d'avoir été aussi important pour toute une génération, plusieurs générations de personnes qui se sont identifiées à certains d'entre nous et qui leur ont permis d'aller de l'avant et de devenir des hommes ou des joueurs de football dans l'avenir. Ça a été plaisir de retrouver Zambrotta et la solidité italienne. Ils n'ont rien perdu de leur solidité, je pense. Oui, c'est marrant, même si bon, je vais 50 ans hein, cette année, donc. Mais c'est vrai qu'il y avait de l'italien sur le terrain. On avait même Materazzi qui lui a joué à l'Inter de Milan, oui, oui. Et puis toujours les talentueux joueurs avec de la vitesse et de la technique. À propos de Materazzi, on aurait aimé Desailly en 2006 à Bernat. S'il était là, je pense que ça a été une autre histoire, le rock, the rock. Je pense que dans votre biographie, vous vous appelez the rock. Exactement, oui, mais j'ai terminé en 2004. Ouais, j'étais sur la fin, il fallait arrêter. Et c'est Zidane qui reprend le brassard de capitaine, parce que c'était moi qui étais avant. Et puis ils sont allés au moins jusqu'en finale avec toutes les histoires que l'on connaît. Mais le football est vraiment fantastique. Je crois qu'il y a vraiment une magie dans le football. Et on le voit sur les derniers matchs de Champions League que l'on peut avoir et la Coupe du Monde qui va arriver. Il y a une vraie émulation autour du football. Il y a une vraie énergie autour du football. Donc il faut s'en servir pour que les jeunes s'identifient, soient motivés, développent leur capacité de créer pour que le football apporte quelque chose dans la société. On va vous laisser pour l'instant. Peut-être on va se voir après. Merci Marcel Desailly. Tabahan Batal Kabir, Batal Ajil Zahabi, Lifirance 98. وطبعاً المقرب من المدرب الحالي لمنتخب فرنسا ديدييه ديشان مارسيل ديزاي نجم كبير وكبير جداً أكيد يعني عبر محطات ذهبية سواء مع طبعاً أولمبيك مارسيليا وتوج معهم بلقب بطولة أوروبا بعد ذلك أي سي ميلان أيضاً توج بالتشامبيونز ليج الأوروبي مع الروسونيري وصولاً إلى المرحلة الإنجليزية مع تشيلسي اختصاراً بالنسبة لديزاي ما قاله لأنه التصريح مهم اختصارا يعني ديزاي أكد أنه سعيد بهذه المصافحة مع دولة الإمارات ومع دبي أكيد بالنسبة لمارسيل ديزاي الذي تتذكر مباراة إيطاليا وفرنسا 2006 والنطحة الشهيرة بين زين الدين زيدان وماركو ماتيراتسي الموجود يعني هنا في دبي وشارك ضمن فريق بولي قال كنت أود الحضور ولكن المباراة أخرى يعني معروف ديزاي يعني بالصلابة البدنية وبالتالي قال كنت أتمنى الحضور ومساعدة يعني زيدان في ذلك الصراع البدني مع ماركو ماتيراتسي رجوعا إلى الدور النهائي لكأس العالم 2006 سنبقى معكم لمزيد من اللقاءات دائما في إطار هذه التغطية الاستثنائية
إذا حدث مباراة الصديقة مستمر هنا في أوبرا دبي، طبعا على مشارف الداون تاون هنا في هذه الوجهة السياحية المميزة من فئة الخمس نجوم التي تقدمها إمارة دبي إلى كل العالم. مباراة انتهت بالتعادل بأحد عشر هدف لكل منهما بين فريق بيلي وفريق مارتشيلو ليبي. طبعا في هذه الآونة تستمر مراسم حفل الختام مع تكريم خاص لضيفي الشرف. الأول هو بيلي الجوهرة السوداء، أحد أعظم لاعبي المستديرة عبر كل الأزمان، نجم طبعا المنتخب البرازيلي، بطل العالم ثلاث مرات. بيلي يتلقى تكريم خاص من مؤسسة هوبلو، كما قلنا تكريم خاص من مؤسسة هوبلو العالمية والمختصة في الساعات الفخمة، أو كذلك من مؤسسة صديقي القابضة التي تمثل الطرف الإماراتي هنا. وتفاعل جميل كما أشرنا في مطلع النقل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل إخراج هذه الفعاليات الرياضية، وهي في الحقيقة تصنيف خمس نجوم هذه الفعاليات. تفاعل جميل ومميز يجعل من دبي أكبر ميدان رياضي تقريبا من خلال احتضان ما لا يقل عن 440 حدث رياضي على مدار السنة. تقريبا مسك الختام هنا مع التذكير بأن حسب لوائح يعني هذه البطولة، وهي بطولة في الحقيقة ستخلد في ذكريات الأحداث الرياضية هنا في دبي في هذا اليوم 15 من أبريل. مباراة انتهت بالتعادل، وبالتالي يتم توزيع يعني جائزتين كأسي البطولة مناصفة لبيلي مدرب الفريق الأول، أو كذلك مارتشيلو ليبي الذي أيضا يحظى بشهرة كبيرة هنا. وأذكر بتوافد المئات من الإيطاليين من الجالية الإيطالية والأوروبية عامة المقيمة في دولة الإمارات لمصافحة مارتشيلو ليبي بطل العالم مع المنتخب الإيطالي 2006. تقريبا إذا كان هذا كل ما لدينا، نشكر لكم هذه المتابعة ونلتقي في مواعيد قادمة دائما عبر قنوات مؤسسة دبي للإعلام عبر دبي الرياضية. شكرا لكل فريق العمل بقيادة الزميل العزيز المايسترو إيهاب نور وكل الزملاء، يعطيهم ألف عافية على هذا المجهود وعلى إخراج هذا الحدث بما يليق. طبعا السيتاب المكان كان متفرد خصوصي، يعني ملعب كرة قدم هنا يعني شيدة أذكر خصيصا للحدث، وهو في حديقة أوبرا دبي، ملعب خاص وتغطية خاصة. شكرا للجميع ونلتقي في مواعيد قادمة إن شاء الله.
area, so they're going to join us down there. Refreshments and snacks being served there. And of course, we've got none other than Pierre Robin with us here tonight.